في الرياضة الإقليمية استقبل محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فود أبطال تحدي عبور مصر، إضافة إلى 4 من الشباب الأجنبي من محبي مصر من محترفي ركوب الدراجات البخارية الذين يقومون بمبادرة لقطع مسافة 1700 كيلومتر في 9 أيام عبر صحاري وجبال مصر بهدف تنشيط السياحة المصرية. وقد صرح المحافظ أن مصر آمنة وسوف تظل آمنة وستعبر هذه المحنة بجهود شبابها الذين قاموا بالثورة، والذين كما وجه الشكر للشباب الأجنبي من محبي مصر لمشاركتهم في تلك الفعاليات.